بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا فكرة إعلان هنبدأ نتكلم عليها، وهي إن إزاي تشتغل بالناحية الفنية شوية داخل الإعلانات بتاعة الفلاش. عندي إعلان كده، هنشوف النتيجة بتاعته ونبدأ نتكلم فيه. طبعا زي ما أنت شايف، الأول بدأ بالباك جراوند عادي، وبدأ يظهر لك شوية القلوب، شوية الحاجات دي، بعدين دخل على الورد، ودخل لك على في الآخر خالص مين، وفي حتة في الآخر كده بالطريقة دي. وعندي كمان كلام محطوط عليه ترانزيشنز أو حركة، ومحطوط كمان نجوم بتظهر، وعليه كمان بوتون يودينا على الموقع، وده طبيعي لأن ده المفروض اللي هو لما يجي يضغط هنا يروح على الموقع. ده اعلان عن موقع فتكات، وده موقع معروف نسائي كبير قوي معروف. طيب نشوف بقى ازاي احنا عملنا الكلام ده كله. انا هتعامل اللي انت ما بتعرفش ترسم خالص برضو، تمام؟ فده عبارة عن صورتين. انا شفت الصورتين، يعني اي حد بيعمل اعلان او اي حد بيعمل حاجة عمل فني لازم بياخد شوية جولة كده على محركات البحث، بحيث انه يجمع افكار ويجمع شوية صور، ياخد من كل صورة فكرة. وده اللي حصل معايا بالظبط، وده اللي المفروض يحصل مع اي مصمم. لازم تشوف انت هتحتاج ايه، هتحتاج انهي صور، هتحتاج انهي، لو في فونتات معينة. لو مش موجودة الفونتات خالص، بتطلع على اي واحد خطاط يكون خطه جميل جدا، او في كتب خط معروفة لدى المصممين، يعني بتشتري اي كتاب خط معروف، وبتخلي اي حد يكتب لك بنفس نوع الخط اللي موجود، وبعدين بتبدأ تجيبه بتدخله على الاستريتور او على الفوتوشوب، وبتبدأ تطلعه AI، وبعدين تبدأ تدخله هنا. ده كله الطرق اللي انت ممكن تجيب حاجة من مفيش او تخلق حاجة من مفيش. انا دخلت على محرك بحث وبعدين جبت صورتين، هنشوف الصورتين دلوقتي. انا الحقيقة انا مش عارف اوصل للصورة دي، هي كانت من فترة بس وصلت للصورة دي، يعني اصل الصورة دي اهي من محرك البحث جوجل عادي. خدت الصورتين دول وطلعت منهم فكرة، وبدأت اعمل انا لمساتي الفنية. وهو ده الابداع. الابداع ده او ليه طريقة، بتخش على اي فكرة بتبص عليها، وبعدين بتجمع افكارك، وبتبدأ انت تضفي على الفكرة بتاعتك انت على المشروع ككل، بحيث ان انت تطلع بفكرة تانية خالص غير مقلدة او غير ما تكون موجودة على اي حتة تانية. طيب هنعمل بقى اعلان او مساحة اعلانية جديدة، كنترول نيو كنترول ان، ونيجي على التمبلتس، ونيجي على ال advertising، ونجيب المقاس بتاعنا 300 في 250. ده المقاس اللي انا اشتغلت بيه. طيب هعمل امبورتنج للصور اللي انا هحتاجها، وادخل على الملفات، واخد هلاقي الصورة بتاعتي كبيرة. الصورة بتاعتي كبيرة لو انا جيت مثلا عملت بروبرتيز قبل ما اخش عليها جوه على الفلاش، ابص الاقيها 133 كيلو لانها كبيرة، تمام؟ فانا مش عايز الحجم ده. انا ممكن من هنا كده اروح جاي كليك يمين واقول له اوبن ويز فوتوشوب عشان اظبطها بنفس الحجم، عشان لما اجي ارسم تطلع بنفس الطريقة. هنشوف السايز بتاعها كام في كام، 1024 في مش عارف كام. طيب يبقى هنخلي الويدث بتاعها 300، الهايت الاوتوماتيك بتاعها 225، هخليه 250، مش هتفرق قوي معايا. جميل. واجي اروح قايل له سيف او سيف فور ويب، مش هتفرق لان احنا هنعيد رسم كل ده.
واجي احطها فين؟ في الملف بتاعي. طبعا انا كنت عامله قبل كده فعملت ريبليس، مش عايز حاجة خلاص من ده. اروح جايب بقى الملف الاصلي او الصورة اللي انا عملتها بنفس مقاس الاستيج بتاعي، تمام؟ طيب دي اول خطوة. تاني خطوة هناخد الصورة، عشان انا بس مش عارف انا جبتها منين، فانا هاخدها من هنا كوبي من البروجكت الاساسي، واروح جاي على اللايبرري واقول له بيست، تمام؟ هو خد لي لاني كنت عاملها في فولدر اسمه ايمجز، هدخل الايمج بتاعتي جوه الفولدر يبقى اكون منظم كده احسن، واروح جاي حاطط دي بره كبيرة، تمام؟ طيب هخليها 300 برضو، مفيش مشكلة، حلو أوي. طيب هنرسم، المفروض هرسم ده وده، كويس؟ يبقى هنقول ده image، وخلينا نبدأ بالصورة دي، واجي هقفل اللاير وابدأ بقى ارسم مين في اللاير بتاعتي دي. هاجي اقول شو فيت ان ويندو، هنجيب بقى اللاين بتاعنا ونبدأ نرسم الحاجة بتاعتنا. يبقى انا ضغط اضغط على ان عشان اجيب اللاين، وبعدين على الفي علشان ابدأ اظبط اللاين بتاعي بالشكل ده. اللاين بتاعي هخليه بلون واضح على البرتقاني شوية، اللي هو مثلا الأخضر. واجي بقى اخش على ال N على طول، V N في كلها ادوات رسم عاديه جدا جدا، ما فيهاش اي اختلاف خالص. ممكن اروح اقفل الاتنين دول مع بعض، مش مشكله التقيد يعني بالتصميم، حاجه ترجع لك انت كده. هشيل السناب تول، طب هنا اعمل ايه؟ احنا خدناها قبل كده، اروح جاي جايب في واروح جاي بكنترول ونازل كده، واروح جاي عامل نقطة يبقى عملت حاجة زي كده. هنيجي على كنترول، يعني هتحدد على الجزء انت عايز تعمل عليه زوم وتعمل كنترول وزائد، اكبر عليها بالشكل ده. هنا هنعمل نقطة كنترول ونيجي نخش بدي كده، ان في ان في، شغال على ال ان وال في على طول لحد
يعني تتقن شوية الأدوات دي، شورت كات على طول أحسن عشان شغلك يبقى أسرع. عايز نقطة هنا عشان اجيب ده فوق شوية بالطريقة دي، ان نفس الطريقة بالظبط. نجيب النقطة دي هنا كده، شغل ان وفي، وحاول ما تخليش الخط يقطع منك، حاول يبقى الزوايا اللي انت عمال تعمل فيها دي كلها لامسة بعض، عشان في الاخر يعني الزاوية دي ده مع ده اتنين خطين اهو، حاول الزاوية دي لما تيجي كده قريب من خط التقاطع هتبص تلاقي في مربع ظهر لك، لو انت مسكت الزاوية دي كده هتبص تلاقي مفتوحة، ده مفتوحة مع دي، لما انا جيت لزقتها تاني بقى خط واحد، شوف كل ده مفتوح. طالما في اختيار كده الاتنين يبقى مفتوح مفتوح. حاول تخليهم جزء واحد. هنا دي هعملها ديليت لانها زايدة اهو، بقى كله حتة واحدة. هنا برضو نفس الحكاية بالظبط. مشكلة لو انت مش قادر تتحكم قوي ممكن تسيبها للاخر، ونبقى اقول لك برضو تعمل ايه في الاخر. دي كده برضو ماشي، خلينا في الاخر ونكمل الرسم. ان مثلا لحد هنا خلينا دي كده مثلا، وناخد الخط بالشكل ده، وهدا كده اكمل للآخر، ونفس الكوز ده تحاول توصل لنفس الدرجة بالظبط. الأول كان أحسن، كمل. طبعا لو جيت كده جيت هنا مثلا هتبص تلاقي الخطين قطعوا في بعض، فأنا ببعد وروح جاي واخد كيرف كده وروح جاي داخل تاني عشان الخطين ما يعملوش تقاطع مع بعض يعني. ممكن تضيف اضافات من عندك يعني، مش لازم تصميم بالظبط يعني، انت ممكن تضيف من عندك عادي، زي ما برضو ما هنضيف دلوقتي شوية كده من عندنا. ان في هنزل تحت شوية، ان في الحته دي كل هتروح جاي ديليت. تعال نشوف الحته دي بزوم، هتلاقي في حته زايده كده ديليت، تختبر كده اه ده خط وده خط، حاول مثلا تخليهم في حتة واحدة كده بحيث
الاتنين يعملوا خط واحد، ما عملوش برضو مش مشكلة، خلينا نتصرف في الاخر في الموضوع ده. ان هناخد نقطة في ان الحتة دي تيجي كده، تعمل كيرف كده ونشيل الحتة الصغيرة دي ان انا مش محتاج اتكلم كتير لانك خلاص فهمت انا بعمل ايه. شوف وصلنا لفين، وصلنا للمنطقة، المنطقة دي ممكن نقفلها عشان لما نيجي نعمل فيل كلر تغطي كل ده، فهنخليها نقفلها مثلا من هنا كده ونكمل عادي. هنا هنعمل هنا نقطة، وهنا كمان نقطة، نزل بكيرف شوية. نحاول نخلي النقط دي كلها مع بعض، هنيجي مثلا ونقفل الحتة دي كلها كده ونعمل لها كيرف، تمام. ونيجي بقى نقفل المنطقة دي خالص، والبرد ده كله هينزل فوق في اللير فوق الشيب ده او الشكل بتاع البنت ده، فعادي يعني قفل الشيب بتاعك عادي. نيجي بقى اخر حتة تحت لحد الاخر ونروح عاملينها كده، نكمل الجزء ده كده. نطلع فوق نعمل كيرف بسيط
ونيجي مثلا الحتة دي، نروح جايين واخدين دي كلها كده كيرف واحد، نفس الحكاية. وقفل الاتنين دول، ودي كيرف بسيط جدا. حلو، لا نرجع تاني. فاضل بقى المنطقة اللي جوه دي، ودي يعني ما فيهاش اي مشكلة خالص. دي انتي او انت هتعمل كده، تقفل بقى عادي المناطق دي عادي جدا. هو الاحسن كان السناب تول نشتغل بيه شوية، بس كان هيضمننا النقط دي اوتوماتيك يعني. يعني مثلا عملت كده، بس طبعا الخطوط المتقاربة هو وحش قوي فيها، بيروح جايب لك، راح عامل لك تلاحم بين النقط وانت مش عايز كده يعني. اشوف، راح جاي كده، فتضمن ان كله هيبقى بنفس النقطة. خلينا بقى نعمل دي، نرجع تاني ونشيل سناب. ودي كمان هنروح حاطينها كده. ايه تاني؟ نرسم الوردة او الورد. في هنا واحدة اهي نسيناها، ونروح جايين قافلين. هناخد دي تحت، نعملها كيرف بسيط. عايزين نقفل المنطقة دي خالص عشان لما نيجي نحط لون كله قافل مع بعضه. اعتقد ان كده الشكل ده مقفول، اعتقد يعني. هنشوف مقفول ولا مفتوح. نضغط ضغطة هتلاقيه مفتوح. لو جيت على close large gaps اللي هو اقفل المساحات الكبيرة المفتوحة، برضو هنلاقيه ما استجابش معايا وما عملش معايا اهو. يمكن عمل معايا من فوق، بس هنا طبعا ده عمل ليه كده عشان دي داخلة في دي، في نقطة فاتحة بين الاتنين، فراح جاي واخد لي الاتنين. تمام، فاحنا ممكن نعمل حاجة ذكية شوية. لو جيت كده عملت كنترول ايه بتاع على اللير، وجيت حولت دول بدل ما هو ستروك ل هنحوله لشيب، بحيث ان احنا يبقى كل شيب في بعضه. تمام، موديفاي شيب كونفيرت لاينز تو فيلز. كده بقى ايه، بقى كل ده شيبس. تعال نجرب تاني. عمل اهو، بدأ يستجيب معايا. هنا في حاجة بسيطة حصلت كده، ماشي نصلحها كده. تمام، فاضل دي مفتوحة، شايف هنا مفتوحة حتة هنا، بس انا قايل له اقفل لي الفتحات الكبيرة. هناخد المنطقة دي مثلا ونروح جايبينها. انا عايز السناب تول او السناب، بس روح فاتح المنطقة دي بالطريقة دي. هو بقى شيب معايا، فانا ممكن شايف بعمل ايه يعني، مفيش مشكلة. بقى هيبقى اللاين نفسه في وجهين، وجه ده والوجه اللي جوه.
تمام. فده بقى شيب خلاص، انت بقى براحتك تبقى تتعامل معاه زي ما انت عايز. وده هنا هنيجي بقى، طبعا شكل اللاين اللي بره ده او شكل الشيب اللي بره ده ما بقاش حلو، فهناخد كل اللي احنا عملناه او كل الفيل اللي جوه ده الفيل بشيفت دي كده. انا شايف ان المنطقة دي ما فيهاش، نروح قافلينها بالشكل ده، المنطقة دي ما كانش فيها، المنطقة دي كل الحاجات الناقصة نبدأ نظبطها بالشكل ده. ده بيعتبر حاجة يعني زي عمل فني كده، تمام. انت دلوقتي بترسم بحيث ان انت تطلع بحاجة يعني اقرب ما يكون الى العمل الفني، حاجة جميلة مبهرة للنظر، جديدة غير مقلدة، تمام. وده اهم حاجة لازم يعني، الكلام ده لو مشيت بالطريقة دي هتبقى مميز اوي اوي اوي. عايزين الفيل اللي جوه ده كله بالابيض، لو ضغطت بأخطاء بقى هتلاقيه، تبص تلاقيه واخد لك الشيب كله، لو مش كامل لك مش مكمل لك الشيب يبقى في حتة زي ما احنا عملناها من شوية اهي زي دي كده. اه لا ده دي شيب برضو، خلاص ده كله كل ده بقى شيب. هنعمل كنترول اكس ونعمل لاير تانية هنعمل فيها، هنقول عليها جيرل، وكنترول شيفت في، افتح اللاير الاول كنترول شيفت في عشان تنزل مكانها. واللاير دي انا مش عايزها، لو جيت شلت الايمج وجيت غيرت الستيج مثلا هتبص تلاقي ظاهر معاك البنت اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. لو انت شايف في الكيرفات يعني هنعمل نبدأ نعمل موديفين احنا من عندنا بقى، الكيرفات دي كده عايزة تتصلح، اه صلح، بحيث ان انت راسم اورجانيك، يعني الاورجانيك ده بيبقى اللي هو الهيومن والمخلوقات والكلام ده كله، مبقاش فيها اي حواف حادة خالص، انت ممكن تعملها بالطريقة دي، تبدأ تشوف ايه ناقص. هنقرب هنا كده، شايف دي، راح جاي واخد دي كده السناب مسهل شوية. انا بقى هقفل السناب عشان الحتة الصغيرة خالص الصغنونة دي بالشكل ده اهو، شايف كده الخط عامل ازاي. لا ده انا عايز كيرف بالطريقة دي عشان يبقى الخط تقريبا كله بنفس السمك، يمكن محتاج سنة صغيرة كمان. ده كان بالنسبة لرسم البنت. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نرسم الديكورات اللي حواليها، القلوب والورد والكلام ده. السلام عليكم.